مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقيكم اليوم من أمام دائرة مرور ولاية الخرطوم ونوافذ مرورية على شاشة البلد لعكس حركة السير والمرور والمستجدات المرورية داخل ولاية الخرطوم. اليوم بداية أسبوع، بنتمنى بداية أسبوع موفق لكل شركاء الطريق ولكل مستخدمي الطريق العام. من خلال اتصالنا بغرفة الضبط المروري 3 سبعات كما عودناكم لإفادتنا عن حركة السير والمرور، أفادونا أن هنالك هدوء أحوال تماما داخل ولاية الخرطوم. كل الكباري بتعمل بصورة انسيابية وصورة طبيعية ابتداء من كوبري النيل الأبيض اللي هو 4 مسارات، 3 مسارات إلى داخل الخرطوم ومسار واحد إلى أم درمان، وكذلك كوبري المكنمر الجامعة وأيضا كوبري الفتيحاب وكوبري المنشية وكذلك كوبري شنبات وأيضا كوبري النيل الأزرق. في الفترة الصباحية المسارات الاثنين بتكون إلى داخل الخرطوم. حريصين جدا لأننا إحنا في نوافذ مرورية نعكس حركة السير والمرور، وكمان يعني نوري ما هو جديد وما والدور الكبير اللي بيقوم به إعلام دائرة مرور ولاية الخرطوم. اليوم هو بالتأكيد إن شاء الله عندنا حملة توعوية للمخدرات ومخاطر المخدرات تحت شعار خليك واعي وأوعى تجرب. الحملة هي بتشريف السيد اللواء شرطة حقوقي سامي حامد أحمد حريز مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأيضا السيد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم والسادة مدراء الإدارات بالدائرة. فإحنا اليوم إن شاء الله حندشن الحملة دي، هي حملة حتستمر لمدة أسبوع كامل، حتكون في كل ولاية الخرطوم في الشارع العام، وهي حملة مستهدفة مستخدمي الطريق العام وكل شركاء الطريق. وبالتأكيد لأنه القيادة تحت تأثير المخدرات هي جريمة بعاقب عليها القانون. خليكم معنا وتابعونا، بعد قليل حنستضيف السيد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عشان يحدثنا أكثر عن الحملات اللي بتقوم بها إدارة المكافحات في كل ولاية السودان، وإنه الحملات دي هي حملات على مدار السنة حسب التوجيهات العليا. تابعونا إن شاء الله، وعايزين كمان كل شركاء الطريق يساعدونا بالرسائل وبالإرشاد وبالتوجيه. يعني إحنا الحملة دي عايزين شريك الطريق يساعدنا ويكون معانا، لأنه الهم واحد والمسؤولية واحدة. ما زلنا اليوم إعلام دائرة مرور ولاية الخرطوم يدشن حملة خليك واعي ووعد جرب بتشريف السيد اللواء شرطة حقوقي سامي حامد أحمد حريز مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأيضا السيد مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم سعادة اللواء شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل. حملة توعوية إرشادية لكل شركاء الطريق ولكل مستخدمي الطريق العام، هي حملة مهمة جدا لأنها بتحسس المسؤولية بين شركاء الطريق وبين كل المؤسسات، سواء كانت مؤسسات مجتمع مدني سواء كانت مؤسسات شرطية. اليوم احنا سعيدين جدا انه السيد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون ضيف معانا، والمرور يشارك الهم في هذه القضية المهمة جدا اللي هي بتحتاج مننا وقفة، جميع الناس هم يقيفوا وقفة رجل واحد لمحاربة هذه المخدرات اللي هي بالتأكيد بتأرق الأسر بتأرق المجتمعات. فإحنا لابد نحافظ على أجيالنا وكلنا نقف مع بعض. إحنا سعيدين بك جدا يا سعادتك، وبرحب بك اليوم في دائرة مرور ولاية الخرطوم، وحملتنا هي حملة خليك واعي ووعد جرب. مرحب بكم في هذا الصباح الباكر الطيب المبارك، ونزل الله تعالى أن يوفقنا جميعا في كل جهودنا الساعية لحفظ عقول أبناء هذا الوطن الواعد. أهلا ومرحبا بك سعادتك. بالتأكيد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات هي صاحبة الهم الأكبر وهي لها المسؤولية في مكافحة المخدرات. يا سعادتك حدثنا عن الحملات دي، وبالتأكيد إحنا من خلال القراءات ومن خلال الصحف هي الحملة على كل ولايات السودان وليست على ولاية الخرطوم فقط. في البدء أود أن أوضح أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ شهر يونيو الماضي تبنت حملة توعوية وفق خطط إطارية شملت كل ولايات السودان بإداراتنا المنتشرة بداخل الولايات. شملت العمل التوعوي عبر الندوات والمحاضرات والمشاركات عبر أجهزة الإعلام،
وكل ذلك بغرض إحياء وتفعيل العمل في محور خفض الطلب، وهو المحور القائم على توعية المجتمع بمخاطر هذه الآفات. وكما نعلم جميعا أن تجارة المخدرات وتعاطي المخدرات هي جرائم عابرة للحدود، وهي عصابات دولية تتخطى كل الحدود الموضوعة وتعاني منها كل الدول بما فيها الدول المتقدمة في كل العالم. نعم يا سعادتك، احنا يعني اليوم احنا حملتنا هي بتستهدف شركاء الطريق ومستخدمي الطريق العام بصورة كاملة، وايضا يعني ادارة المرور السريع، دائرة المرور السريع بالادارة العامة للمرور هي في حالة حملات فحص دوري لاصحاب يعني المركبات السفرية الباصات، فهنالك حملات راتبة يعني دائما هي مستمرة، فعايزين يا سعادتك تورينا يعني مدى اهمية هذه الحملات اللي بتقوم بها الإدارة العامة للمرور. حقيقة الحملات اللي بتقوم بها الإدارة العامة للمرور يعني على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة وأن مستخدمي الطريق يعني هم أمانة في أعناق من يقودون المركبات سواء كانت تجارية أو خاصة، وهذه أمانة كبيرة، وإدارة المرور هي المسؤولة عن تحري الدقة في من يستخدم الطريق وفي من يقود المركبات حتى نأمن سلامة مستخدمي الطريق. طيب يا سعادتك، هل الحملات دي عندها وقت معين أو هي حتكون مستمرة على مدار السنة؟ بإذن الله تعالى يعني حتستمر هذه الحملة التي دشنها السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتبنتها كل قطاعات الدولة الرسمية والمجتمعية الشعبية المدنية، وأعتقد أنها ستأتي أكلها يعني طيبا في خلال هذا العام، وإيماني التام أن سلاح التوعية هو السلاح الأكبر والسلاح البتار لهذه الآفة. كما ذكرت آنفا أن مكافحة المخدرات تعمل بكل جد واجتهاد وتقدم الغالي والنفيس وأرواح الشهداء من أجل حفظ عقول أبناء هذا الوطن. في الختام يا سعادتك، رسائل توعوية لكل المجتمع، لكل المؤسسات، للأبناء، للأسر. أود أن أشير إليها أن هذا الجيل وهذا الشباب أمانة في أعناقنا جميعا، وعلى الكل أن يقوم بدوره تجاه أسرته، وعلى الكل أن يقوم بدوره تجاه طلابه وتلاميذه، وعلى الكل المجتمع أن يعي جليا أن هذه الآفة تستهدف العقول، وأخطرها ذلك المخلق كيميائيا الذي يؤثر على الصحة الذهنية وصحة الإنسان بصفة عامة. في مثل بيقولوا حبوباتنا ولدك كان كبر خاويو، أفتكر دي أفضل وسيلة مجتمعية أسرية للحفظ العقول ومراعاة الأجيال. بالتأكيد يا سعادتك، بنشكرك على كل النصائح، وبالتأكيد يعني المخدرات لها آثار اقتصادية وآثار اجتماعية وكذلك آثار أمنية، والقيادة هي تحت تأثير المخدرات، هي جريمة بعاقب عليها القانون. بنشكرك كثير السيد سامي حامد أحمد حريز، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. شكرا جزيلا، و أتمنى من الله تعالى أن يستوعب جيلنا وشبابنا هذه الصيحات التي تنادي بعدم الاقتراب من تعاطي المخدرات، حفظا للعقول وحفظا للقوة البناءة التي ينتظرها هذا الوطن الواعد من أجل البناء والنهوض.
كل الشكر سعادة اللواء شرطة حقوقي سامي حامد أحمد حرز، شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء في كل ولايات السودان وكل الناس اللي بتابعونا واللي بيشاهدوا حملتنا دي، احنا اليوم دشنا حملة خليك واعي ووعد جرب، قام بها إعلام دائرة مرور ولاية الخرطوم، حتستمر لمدة أسبوع كامل. زي ما ذكرت إن شاء الله بمشيئة الله حنكون جنبا إلى جنب مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ولا للمخدرات، وخليك واعي ووعد جرب.